في هل يجب ان يكون هناك يعني دعم وعي سواء كان من خلال الاعلام او من خلال نشرات محدده لقوانين العمل الجديده عشان يبقى العامل نفسه عارف ما له وما عليه، ولا لانه هل دي مشكله اصلا عندنا ولا لا؟ هو بالنسبه للمصانع الكبيره ما عنديش فيها مشكله، لان بيبقى فيها بيكون فيها لجان نقابيه وبتتابع مع العامل وبتقول له حقه ايه وواجباته ايه. ولكن زي ما قلت لحضرتك، يعني حضرتك ركزت على شيء فعلا ان شاء الله يعني يكون لحضرتك نصيب ان في ناس بيوتها ما تتقطعش بسببه، بسبب المشكله، بسبب المخدرات. لان القانون خلص من مجلس الشيوخ رايح مجلس النواب، بمجرد اقراره بمجلس النواب في الجريده الرسميه لو صاحب العمل عايز يمشيك وعارف انك بتدخن هيطلب تحديد الكشف الطبي عليك وهيمشي. فانت عندك فرصة عده شهور، لان الاقلاع عن المخدرات ما بتمش ما بين يوم وليله. هل دي بتبقى راجعه لصاحب العمل ممكن ينفذ القانون وممكن ما ينفذوش، ولا ده قانون خلاص؟ لا، هو مبدئيا مش هيرفضه، هو هيطلب توقيع الكشف عليه. فاذا ثبت بالكشف عليه ان هو ده هيرفضه. لكن فكره ان انا عارف ان انت بتشرب مخدرات وانا سايبك، ما هو ده سيف على رقبتك. صحيح. ما هو في كل الاحوال يعني هضغط عليك. والقانون العمل في حد ذاته يعني صادر علشان عدم الضغط على العامل بالظبط، على العامل. هي دي الفكره اساسا. فانا النهارده علشان ما يضغطش عليا لازال عندي عده اشهر يجب ان انا اعمل لنفسي برنامج ان في خلال عده اشهر اكون اقلعت عن هذا الشان بخصوص الشريحه اللي بتحصل على المخدرات. حتى اتفاجئ ان انت بعد كده قاعد في البيت، حتى مش هيكون معاك فلوس عشان تشتري مخدرات.